تمكنت البحرين بقيادة رشيدة من تطوير الكادر البشري في القطاع المالي. الجيل الثالث من البحرينيين والبحرينيات يعملون في هذا القطاع. منذ السبعينيات سعت البحرين إلى استقطاب أفضل الشركات العالمية والبنوك والمصارف العالمية إلى البحرين. اليوم شركتنا عبارة عن شركة عالمية تنافس في مجالات الاستثمار وإدارة الثروات بفضل فريق الحرفي الذي يتكون نسبة كبيرة من كوادر هذا البلد الكريم. نود أن نهنئ قيادة هذا البلد الرشيد على الإنجازات واليوم الوطني وإلى مستقبل زاهر بإذن الله.